حالة الوحش. الناس يا جماعة اللي عملت أكتر من 1000 و2000 و3000 سرير الأسبوع اللي فات، يعني الحد اللي أنا بكرمه ده من أكتر الناس اللي أنا بعشقهم وبعشق وجودهم في كل التريننجز. يعني لو اتكلمنا عن الأدب، الاحترام، التواضع، يعني الليدنج باي اكزامبل، التركيز في التريننجز، التعليم والتعلم باستمرار. الناس اللي فعلا، يعني انا لما بلاقي حد بيبدا مع باشمهندسه امال الشرقاوي بكون مطمن وبكون مبسوط. مبسوط ومطمن ليه؟ مبسوط ومطمن لان انا بحس ان اللي بيبدا معاها بيكون في ايد امينه. يعني حد من الناس اللي دايما بيتقي الله في كل حاجه بيعملها. يعني انا والله ليا كل الشرف ان انا بقدمك دلوقتي، وليا كل الشرف ان انا بكرمك دلوقتي. الف مليون مبروك يا باشمهندسه امال، هي رانك الكي ميتنج تشامبيون، ومحتاجين يعني نفتح لك المايك وتشيري معانا في خلال دقيقه، وما انا محتاج الناس يعني تسمعك وتتعلم منك. المايك كده مفتوح معاكي، اكسبت. اوكي. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني الكلام اللي انت قلته ده رفعني فوق السما. يا كنت والله انت عارفه والله بحبك قد ايه وبحترمك والله، ازاي. وانا يعلم ربنا، والله يعلم ربنا، يعني سبحان الله حاجه واتمنيتها. وانت فاكر لما كنا في لبنان وحصلت بفضل الله. انا سعيده جدا ان انا بشتغل تحت مظله ايجلز اكاديمي، وسعيده جدا ان الرول ميدل بتاعي يبقى كوتش علاء قطب. كل التحيه للموجودين وتحياتي للجميع. ببساطه شديده كده زي ما قال كوتش علاء، فعلا انا بحب الشغل ده، بعشقه بصراحه. بعد ما اشتغلت 20 سنه كموظفه في مجال البرشيسنج، في دراسه المناقصات والعطاءات في حكومه ابو ظبي في الامارات، انا سعيده ان انا بشتغل في النتورك ماركتنج، سعيده اني بشتغل مع انجح ناس في العالم، مع اكتر ناس ايجابيه في العالم، مع اكتر ناس واقفين مع بعض بيساعدوا ويدعموا كل شخص بيبدا مجال النتورك ماركتنج ويشتغل. واجمل حاجه ان احنا كلنا بنتعامل بحب وبالفريق، والحلقه الضعيفه كلنا بنقويها. ده اجمل حاجه في المجال ده فعلا. والمفهوم بتاع جيفو اللي هو لايف ليفتد، ازاي انا برتقي وبدعم مفهوم الرقي في الحياه، بطور نفسي، بتعلم من ناحيه الترافل، بتعرف من خلال السفر على ثقافات وبلاد وشعوب جميله. من ناحيه التطور والكورسات، عندنا اقوى كورسات ومنصات، يعني احنا في تميز في كل حاجه مع افضل منظومه في الشرق الاوسط، وانجح شباب جميل زيكم كده، وناس شغاله في مجال النتورك ماركتنج. كل التحيه ليكم، وعايزه اقول لكم انه من اثمن الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا هو الوقت. عشان كده مجالنا هو بيحافظ على الوقت، ليفرج اوف تايم. انا بختصر الزمن من خلال المجال الرائع اللي هو الدايركت سيلينج، وان انا ابني فريق عشان اوصل بعد كده لحاجه انا خلاص فاضيه، بمارس حاجه بحب وبشغف، وبلف العالم وبشتغل مع اجمل ناس. هو في اجمل من كده؟ كل التحيه ليكم، وتحياتي ليك يا كوتش علاء جدا جدا، وهابي بيرث داي تو يو، عيد ميلادك، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا يا باشمهندسه، يعني لنا الشرف والله. مبسوط جدا ان انا بسمعك، واصلا شايفه اكشن الناس وهي بتسمعك، يعني دايما كبيره كده في كل حاجه، الله يخليك. ربنا دايما باذن الله. ميرسي قوي، يلا بينا.